هالقصر موجود بإيطاليا بضيعة اسمها جريشيو يعني كراش، يلي بتعني المغارة. كان عايش فيه ملك وملكة كتير مناح، وكل أهل هالضيعة بحبون وبيشتغلوا عندن. على عيد الميلاد كانوا يسهروا الفلاحين مع بعضهم بساحة القصر، وحتى ما يبردوا كانوا يجيبوا معهم حطب تيولعون ويسهروا حول النار. من هيك اليوم بنعمل البيش دو نوال يلي بيشبه الحطب يلي كانوا يخطون معهم الفلاحين تيطفوا بالعيد. مع الوقت بفلوا الملك والملكة من الضيعة، وما عادوا الناس يتجمعوا بساحة القصر. يارا ورامي زعلوا كتير وصاروا يفكروا شو بدهم يعملوا تيرجعوا العيد لهالضيعة. هن ورايحين على المدرسة بيلتقوا بمار فرانسيز الأسيزي، طلبوا منه يساعدون وقالوا له شو فينا نعمل تنرجع العيد للضيعة؟ نعمل مغارة كبيرة بساحة الضيعة ونطلب من الناس يجوا يصلوا فيها، وهيك بيجتمعوا بعيدوا سوا. وهيك صار بسنة 1223 عمل مار فرانسيس مغارة كبيرة بتساعد كتير ناس، وصاروا يجوا يصلوا مع بعضهم، وكانوا عم بيمثلوا دور الشخصيات بالمغارة، ورجعوا لهالضيعة فرحة العيد بالمحبة والصلاة والإيمان. حد المغارة كان فيه شجرة كبيرة زي نوع من أعمال الخير، يعني كل شخص كان يعمل عمل محبة ومساعدة يحط علامة صغيرة بالشجرة، وهيك يوم بعد يوم تزينت الشجرة من أعمال الخير. ولما إجا عيد الميلاد كانت الشجرة انتلت من الزينة، والمغارة مليانة ناس عم بتصلي، وهيك رجعوا العالم يجتمعوا ويصلوا ويعيدوا سوا. مار فرانسيس عمل مغارة تيجتمعوا الناس مع بعضهم ويتحضروا للعيد بالصلاة. إن شاء الله اليوم نكون عم نحضر قلوبنا هالمغارة الصغيرة لاستقبال يسوع بالصلاة، أعمال الخير ومحبة الآخرين.